وكنا نردد أغنية الصينية بعد أن أكملت كتابتها ولحنها في كل محفل، وهي تعد فاتحة خير بالنسبة لمجموعة ناس الغوان، فهي الأغنية الأولى التي اشتهرت بها المجموعة. ووصلنا إلى بيت كاتي، كان هناك ضيوف كثيرون. افتقدت إيفلين وسط الحشد وبحثت عنها، فوجدتها بين أحضان صديق جزائري كان يعرفها قبلي، ولم أحس بغيرة أو بحزن، بل وجدت نفسي أضحك وأنا أنظر إليهما، بينما هما لم يظهر عليهما كذلك أي شيء. فسمعت كاتي ضحكنا وجاءت، ثم التفت إليها فاتحا ذراعي فعانقتني، وبدأت رحلة غرامية أخرى، رحلة عكس ما قمت به مع إيفلين في طريق السرقة والعنف والمخاطر. كانت كاتي ديزلاند فنانة هادئة وديعة شقراء جميلة طويلة القامة، تتكلم بهدوء ولا تحب العنف، لكنها كانت تحب الجماع، وذلك يظهر في رسوماتها على كتان لاسوا. ترسم أشياء غريبة على ذلك الكتان، كامرأة تعانق حيوانا أو رجلا وامرأة وهما يتبادلان الحب. كانت كاتي تبيع هذه اللوحات في المقاهي، فأخذت أرافقها وأبيع الورد، هي تحمل لوحات رسومها وأنا باقات الورد. كاتي تعزف على الناي وهو شيء ربطني إليها، كنا عندما نتعب نشتري خمرا وأكلا ثم نجلس على ضفاف نهر السين ونعزف. وكم من مرة التف حولنا السياح والعشاق الذين يوجدون بجانب النهر، فتعرض كاتي لوحاتها عليهم ويشترونها، فبدأنا نقوم بذلك عوض الطواف على المقاهي. ورافقنا بجمع كذلك، وصار ينقر عن البندير ونحن نعزف على الناي. تعرض كاتي لوحاتها في ساحة عمومية، ثم نبدأ العزف ويلتف حولنا الجمهور. كان بجمع يضحكني بما يقوم به من حركات، ويضحك كذلك الجمهور. كان يمثل شخصية الموقع على البندير الذي ينتمي إلى طائفة جلالة، ويقوم بحركاته ويقلد صوته الأبح الأجش ويرقص رقصات تلك الطائفة الجذبة. وكنا نربح قدرا من المال لا بأس به، أغنانا عن سرقة الأكل من أمام أبواب البيوت. كانت تلك عادة السكان في ذلك الوقت، تجد أمام بيوتهم حليبا وخبزا وجبنا في كل صباح. وبحكم أننا كنا نبيت في مداخل أبواب العمارات، فلقد فرض علينا الخروج منها باكرا قبل أن يستيقظ السكان، ثم نسرق ما نجده أمام أبواب البيوت، نأكل منه ونبيع الباقي. أقلعنا عن هذه العادة بعد معاشرتنا لكاتي التي أعطتنا بيتا صغيرا في سطح منزل أبويها. وبعد أيام جاء أخ لها كان في الجندية، ثم طردنا من البيت ورجعنا إلى الشارع مرة أخرى. وأصبت بالسعال، سعال شديد، كان لما يأخذني أشعر بالاختناق. والسبب في ذلك هو أنه في يوم دعانا صديق إلى بيته، وكنت أرتدي الحذاء لمدة 3 أيام، الشيء الذي جعل قدمي تفوحان برائحة كريهة. وقبل الدخول إلى بيت الصديق أزلت حذائي وجواربي وغسلت قدمي بالماء البارد في النافورة، وأحسست منذ الوهلة الأولى وكأن قضيب حديدي صعد من قدمي إلى رأسي، ثم نزل إلى صدري وإلى أنفي، فأصبت بزكام ثم حمى ثم السعال. وكان لما يشد علي السعال آخذ الملح، ملح الطعام، وأبلعها فيهدأ السعال. ربما كان ذلك نفساني بالنسبة لي، أو إني اكتشفت دواء للسعال، وربما كان ذلك هو سبب الجرثومة العائمة في جسدي، ربما هو القدر والعيش المفتونة. على كل حال
إنني الآن مريض يحاول النسيان ويكره ما يحب، بل يحاول كره كل ما يحب ليموت غير نادم على أي شيء. قضينا أنا وبجمعة في باريس 3 أشهر كانت كلها تشرد وتسكع وشطط، 3 أشهر كأنها 3 قرون، لكن كتبنا فيها 10 أشياء، قصائد زجلية وكلمات أغاني اشتهرت بها المجموعة، كما بدأ بجمعة تأليف مسرحيته الشهيرة البغلة هذا شهرها، ومع كامل الأسف لم يكمل تأليفها. وفي يوم جاء نابوديا وأمرنا بالدخول إلى المغرب لأن الشرطة الفرنسية بدأت تشك في علاقتنا معه، معتقدة بأننا ننتمي إلى منظمة كان ينتمي إليها والتي كنا بالفعل على وشك الانضمام لها. فبعد رجوعنا إلى المغرب ألقي القبض على إيفلين وعلى فتاتين من المغرب قامتا بعملية في إسرائيل كنا نحن من سيقوم بها. رجعنا إلى البلد الحبيب المغرب، رجعنا هاربين لا مال لنا ولا أمتعة، اللهم بعد الفرنكات أعطاها لنا المرحوم بوديا الذي قال لنا وهو يعانقنا مودعا: ثورة حتى النصر، لا تنسوا فلسطين. وصلنا إلى ميناء الخزيرات، وأذكر أنه عندما أردنا الركوب في الباخرة التي ستنقلنا من الميناء إلى طنجة ألقي علينا القبض من طرف البوليس المغربي وأخذوا جوازينا، اعتقدنا أن ذلك له علاقة بهروبنا من فرنسا، لكن فوجئنا بأن السبب كان هو شعر رأسينا. وبعد بحث وأسئلة عرفوا بأننا ننتمي إلى فرقة المسرح البلدي، فسلموا لنا جوازينا وقال لنا أحدهم: حسنوا هذه الغفالة. وفي الدرب كان اللقاء بالأهل وبالأحباب وعيونهم ملأى بسؤال: بماذا أتيتم من فرنسا؟ والغريب هو نظر الناس إلى شعر رأسينا، فلم يكن في ذلك الوقت شباب يربي شعرا غزيرا على رأسه، فصاحب الشعر يوصف بالهيبي لأن الشعر كان مقتصرا على الهيبي، أما بالنسبة للمغاربة فذلك الشيء يعد مخالفا لكل القيم الذكورية. وأذكر بأن امرأة مسنة وقفت مبهورة لدى رؤيتي وقالت: أهي ممتي أشهد العجب؟ وحكى لي بجمعة بأنه مر أمام باب دكان فزغرد صاحبه كأن المار من أمامه فتاة. وفي تلك الأيام فهمنا ما كان يعانيه مدير المسرح البلدي من غزارة شعر رأسه، لأنه كان السباق لذلك وقبل دخول طائفة الهيبي إلى المغرب. وسمع المدير برجوعنا إلى الوطن وكان بصدد إيجاد مسرحية الحراس، فأرسل في طلبنا وبدأنا العمل في المسرحية، لكن هذه المرة كانت المعاملة مختلفة والوضع كذلك، لم تكن هنالك عقوبات ولا أوامر ولا هتك لكرامتنا، وكنا نغني أغانينا التي ألفناها أنا وبجمعة في فرنسا. وعندما ننتهي من التدريب على المسرحية وهي مسرحية غنائية يجلس الممثلون ونغني لهم تلك الأغاني فيعجبون بها ويأخذون في ترديدها. وكان المدير يقدم في الليل مونولوجات لجمهور معين مثقف على حسب قوله في مكان يوجد وراء بناية المسرح يسمى كافي تياتر، وعندما ينهي هو عروضه ندخل أنا وبجمعة ونغني أغانينا الصينية مهموني غرجال وشحناه ما احنا حلاب ابويا حليب وأغاني أخرى كانت تطرب ذلك الجمهور، فيرافقنا بالتصفيق والرقص ويسألوننا عن مواضعها وماذا نريد بقولها، لأنهم لاحظوا بأن تلك الأغاني مغايرة لما كان سائدا في ذلك الوقت كالأغاني المصرية أو الغربية أو ما كان يسمى في المغرب بالأغاني العصرية. اكتشفوا بأن أغانينا تناقش مواضع أخرى تحكي عذاب الإنسان الفقير الكادح وهمومه اليومية، فشجعونا على المضي في ذلك النهج الفني. واكتشف المدير إعجاب الجمهور
ففضل إقفال كافي تياتخ، لكن أنا وبوجمعة علمنا بأننا وجدنا شيئا اسمه أغنية الشعب، فصممنا العزم على تكوين مجموعة ثم بدأنا العمل لهذا الغرض. بعد أن أنهينا الجولة بمسرحية الحراز، قدمنا مسرحية الزلاقة التي حكيت وقائعها في الطي السابق، والتي كانت هي آخر مسرحية شاركت فيها، فبعدها انقطعت عن المسرح كممثل، لكني لازلت فيه قالبا وروحا وكتابة. توجهت أنا وبجمعة إلى دكان الأخ يعلى علال العازف على العود والبانجو والكمان والقانون والغيطة والوتار والإيقاع، فهو وحده يعد جوقا يمشي على رجليه، وكان ولا يزال يدرس الموسيقى في ذلك الدكان، كما كان يشاركنا في بعض المسرحيات كعازف. وفي تلك الليلة ونحن في دكانه، طلبنا منه أن يشاركنا في تقديم أغنية الصينية على الشاشة، تدربنا عليها، وعلال سريع الحفظ وله قدرة خارقة على حفظ الموسيقى والألحان، حيث أنه كان من الممكن أن يسمع مقطعا مرة واحدة ثم يعزفه ولا ينساه حتى وإن مر على ذلك زمن طويل. اتفقنا على الذهاب في الغد إلى الأستوديو هكذا بدون إعلام إدارته ولا إخبار المخرج أو أي أحد، ثم ذهبنا في تلك الليلة إلى دكان فرقة غياطة واكترينا بنديرين. وفي الصباح كنا نحن الثلاثة أول من يقف أمام بناية التلفزيون، وصادف في ذلك اليوم أن كان عمر السيد بصدد تصوير مسرحية تسمى لالا غنو، فقدمنا عمر إلى المخرج حسن برجيلة، ثم دخلنا إلى الاستوديو. كان المخرج لا يعرف ما نريد تقديمه، فجاء عندنا وسألنا عن بضاعتنا الفنية. إنها بالفعل بضاعة ولا يسعني إلا تسميتها هكذا، فلعمري إن الفن دكان والفنان صاحبه، وما يقدمه للجمهور هو البضاعة، وإنها بضاعة قد تدوم مدى الزمن إن كانت بضاعة أصلها الإخلاص والصدق والعمل الجاد، وتموت إن كانت عكس هذا. قال المخرج لنا منكتا: أشكس بيعوا. وكانت نكتته هذه هي التي أوحت لي في ذلك الوقت بما أسميته البضاعة. وكان بجمع كذلك صاحب نكتة، فرد بسرعة على المخرج: لوز العسل وتفاح. واستفز الجواب نفسية المخرج، فتدارك عمر الموقف محاولا شرح ما يقصده بجمع برده، كما تدخلت ممثلة شعبية العذراوي وآخرين. وبعد جهد لب المخرج طلبهم شريطة أن يسمع ما نريد تقديمه. أخذ علال العود ليعزف، فقال المخرج: لا أريد سماع العود، أريد الأصوات فقط. وبدأت الغناء وأنا أنقر الإيقاع فوق كرسي كنت أجلس عليه، وقبل أن ننهي الأغنية قام المخرج وهو يقول: لنبدأ التصوير بهذه الأغنية. لكن الطريف أو المحزن في الأمر وأنه لما شرعنا في التصوير وبدأت الغناء وأغنية الصينية تبدأ بموال، أغني أنا فيه بصوت كخاف وبجمع بصوت عال، سمعنا المخرج يأمرنا بالسكوت، ثم جاء هو ومهندس الصوت وقال لنا هذا الأخير: لما لا تغنون في طبقة صوتية واحدة؟ فقال له بجمع: هذا النوع من الغناء نريد له أن يكون هكذا، سجل أنت يا أخي وستفهم ما نقوم به الآن في المستقبل إن شاء الله. فضحك التقني والمخرج، ثم سجلنا الأغنية، وبعدها مباشرة أمرنا المخرج بالخروج من الأستوديو، بل طردنا بأدب، حتى أننا توقعنا عدم تقديمه للأغنية في برنامجه، لكن كان العكس، وقدمت الأغنية في ذلك الأسبوع على شاشة التلفزيون. وفي الغد خرجت إلى مقهى الدرب، فجاء الأصدقاء يهنئونني وأنا أجهل سبب تهنئتهم لي، لأني لم أشاهد التلفزيون في تلك الليلة التي عرضت فيها الأغنية، ذلك لأن عائلتي
لم تكن تتوفر على جهاز، وكذلك عائلة مجمعة. وتوجهت إلى بيت هذا الأخير، فقال لي بأنه شاهد الأغنية على شاشة تلفزيون الجيران، لكنه كان مغتاظا وغير راض على ذلك. ولما سألته عن السبب، قال لي بأنهم قدموا الأغنية بدون موال، وأن علال لم يظهر على الشاشة، ولم يكن المشاهدون يسمعون إلا العود. فذهبنا إلى مقهى لاكوميدي التي توجد بجانب المسرح البلدي، وكانت في ذلك الوقت مكانا يقصده كل الفنانين القاطنين بالدار البيضاء. فالتف حولنا الأصدقاء مهنئين، طالبين منا شرح الكلمات وعما نريد القيام به في المستقبل. وأذكر صديقا ممثلا يدعى الشاوي، قال لي إن هذا الغناء سيكون له وقع خاص في نفوس الجماهير المغربية، لكن إياكم ونسيان المسرح. وجاء المخرج حسن برجيلة، جاء في هذه المرة مرحبا، ودعانا لشرب فنجان قهوة، واعتذر عما قام به يوم التصوير. فسأله بجمعة عن سبب عدم تقديمه للموال وعدم إظهار وجه علال، فرد بأنه لم يفهم ما كنا نريد تقديمه. أما بالنسبة لعلال فقد لاحظ قدم ملابسه التي كانت على حسب قوله غير لائقة، وكنا قد سجلنا الأغنية بدون مقابل، فعرض علينا المخرج إعادة تصويرها مع أغاني أخرى من نوعها، وأن ذلك سيكون بالمقابل، فرفضنا طلبه، وقلنا له بأننا نريد تكوين مجموعة، واشتهرت الأغنية بالرغم من تقديمها على تلك الطريقة. فكان الأطفال الصغار يلعبون في الأزقة ويرددون والدي يا أحبابي ما سخوا بيا، بحر الغوان ما دخلت بالعاني. واستدعانا مدير المسرح وعرض علينا إعداد عرض فني غنائي يقوم هو بتمويله وإنتاجه، ويقوم رئيس الفرقة بإخراجه. شريطة أن نبحث عن أفراد يشاركوننا، ولبينا طلبه، ثم بدأنا في البحث عن أفراد لتكوين المجموعة. كان أول من اخترناه هو الصديق عمر سيد، ثم بعد ذلك التقينا بعزيز طاهري الذي كان يومها يشتغل بمعمل يسمى ديماتيت، معمل للزنق، ويعمل ممثلا بإحدى الفرق المسرحية في مدينة مراكش، ويغني الملحون بشكل شجي، وله تآليف وكتابات في هذا المضمار. فحبذ فكرة تكوين المجموعة وغادر المعمل، ثم بدأ التداريب معنا. وعرضنا الفكرة على علال، لكنه رفض نظرا لعمله في الدكان المدرسة. فاتصلنا بمحمود السعدي وهو ابن دربنا، لكنه هجره هو وعائلته، وكان يعزف على آلة البوزق. غدونا خمسة أفراد وعلينا اختيار الآلات، ولكن كان الاختيار صعبا، فالآلات المغربية والوترية بالأخص تعد منعدمة، وسويسي أو الرباب ربما كانت آلات أخرى في العصور القديمة، لكن كلما وجدناه نحن أمامنا هي هذه الآلات الشعبية أو آلات النفخ. وكان علينا نحن في ذلك الوقت اختيار آلات شعبية مغربية، فالسنتير إفريقي الأصل، وتلك الآلات التي كانت تنتمي للمغرب كالوتار والرباب والسنتير الإفريقي، فهي تعد بالنسبة للجمهور آلات فولكلورية. فكرنا في أقرب آلة بغض النظر عن موطنها الأصلي تقرب أصواتنا وعالمنا الغنائي، فكان البوزق الذي ينتمي إلى قارة تقترب ألحان أغانيها من الموسيقى العربية على مستوى السلم الموسيقي. ثم اخترنا آلة السنتير نظرا لانتمائها إلى إفريقيا، واخترنا الطبل لأنه آلة إيقاعية مغربية، وكذلك الهراز والبندير والطعريجة وباقي الآلات الإيقاعية المغربية. وذهب مجمع والطاهري إلى مدينة مراكش، والتقيا بشخص قناوي يسمى المعلم باقبو، واشتريا من عنده آلة السنتير التي كانت مغمورة. يقتصر وجودها ومعرفتها كآلة على طائفة قناوة فقط، وحاولنا أن ندخل آلة الوتار والرباب، لكن
وجدنا الأولى لا قوة لها للوصول إلى عدد كبير من الجمهور، وإن صادف ونجحت أغنيتنا وصارت تقدم أمام جماهير غفيرة فلأننا كنا نراعي عزل الآلات ونريد آلات قوية كالقيتار الكهربائية، لكن بدون علاقة مع الكهرباء الذي لا نؤمن به ولا نؤمن بالآلات التي تخضع له. اللهم مكبرات الصوت، أما الثانية الرباب فالسلم الموسيقي محصور فيها على المقام الخماسي فقط، أما كيف تم اختيار كل واحد منا لآلته فهذا أجهله حتى الآن. فبغض النظر عن محمود وعلال، لم نكن نحن الثلاثة نعزف إلا على البندير، وجدت نفسي بالطبلة، ووجد بوجمع نفسه يوقع على الهراس، وعمر على البندير، والطاهري على السنتير. وساعدنا في ذلك معرفتنا بالإيقاع الشعبي المغربي، وكان عزيز طاهري له خاصية محمودة فيما يتعلق بالآلات الوترية، ساعدته في عزفه على السنتير، فهو قبل معرفتنا به كان لما يرى أي آلة وترية يرتمي إليها ويبدأ العزف، كان يشبهني في ارتمائي على آلة الناي، يعزف أشياء جميلة ولا يبالي بالسامع، يعزف لنفسه، كان ذلك جميلا. وأعجب الجمهور بتلك الآلات المغمورة، فهي آلات تخص البيوت وحفلات النساء كالحضارات فيما يتعلق بالطبلة أو في أغاني الملحون الذي كان له عشاق خاصون، أو السنتير الذي يعد آلة جناوة، آلة يحملها الجناوي ويطوف بها في الأزقة عازفا عليها كعزوف الجمهور عنه، ذلك الجمهور الذي كان الجناوي يمد له يده طالبا منه ريالا أو خبزا. وكذلك الهراز كنا لا نراه إلا فوق كتف شحات أو هداوي يطوف في الشوارع ويردد أغانيه مادا يده للمارة، أما البندير فلقد كان آلة من أحقر الآلات المغربية، لأنه كان من ضمن آلات الشيخات كالتعريجة، ويعد كذلك آلة لطائفة جلالة، وما أدراك بنظرة الجمهور للشيخات في ذلك الوقت. إن الذي أقصده بهذا الشرح هو أن تلك الآلات كانت مغمورة، وكان الجمهور ينظر لها بنظرة مغايرة، وهي ليست كالكمان أو الكورديون والعود أي الآلات العصرية كما كانت تسمى في ذلك الزمن، أما البوزق فلقد كان الكل يجهله ولا يعرفه إلا بعض فنان الأجواق العصرية. اعتراني الخوف من هذا، فكيف يمكن فرض آلات ينظر لها الناس نظرة مغايرة، بل فيهم من يحتقرها؟ كيف يمكن تقديم أغنية غريبة بالرغم من نجاح أغنية صينية بآلات قد لا تروق ذوق الناس؟ لكن تشجيعات المرحوم بوجمعة وثقته فيما كنا بصدده جعلتني أمضي في طريق المغامرة، نعم أسميها مغامرة لأنها كانت هكذا في البداية. فكيف لشبان أكبرهم لا يتجاوز 27 خلق مدرسة جديدة في فن الغناء وسط جو فني تستحوذ عليه الأغنية الشرقية والغربية؟ كيف يوصل رسالة هادفة لشعب يرضخ تحت عناء سياسة وسلطة تحاسبه على تنفسه الفكري وحرية تعبيره؟ ولم يكن هنالك أغنية شعبية إلا أغاني الشيخات وبالأخص المرساوي أو الملحون والرويس، وحتى هذه الأنواع كانت مقتصرة على نوع خاص من الجمهور. أما أغاني الطوائف الدينية والزوايا فلا وجود لها على الساحة الفنية، فجعلنا من هذه الأنواع اتجاها وجهنا إليه تفكيرنا وبحثنا أنا وبجمعة وكذلك الطاهري، ألفنا كلمات أغاني يعتمد مضمونها على الأغاني القديمة بعد تجديدها وإعطائها صبغة نضالية وسياسية. أما الآلات
فبالرغم من شعبيتها فهي لم تكن إلا وسيطا لتقديم تلك القصائد الزجلية، واعتمدن كذلك على المسرح بأن جعلن منه منبرا لتمرير خطابنا الفني ورسالتنا، فلو كان الجمهور يقبل منا تقديم عروضنا بدون موسيقى لكان الأمر سيبقى في حيز المسرح، ولن تكون هناك أغاني بل قصائد زجلية فقط. كما أنه في بداية السبعينات بدأ الجمهور يبتعد عن ارتياد المسارح ومشاهدة المسرحيات، وكانت هناك فرق كثيرة لكن ما تقدمه للجمهور من مسرحيات كان لا يروق ذوقه. اللهم بعد المحاولات القليلة، وهذا لا يزال حتى الآن، فبالرغم من بناء بعض المسارح لا زال الوضع المسرحي على ما هو عليه، وإني لأتأسف كثيرا على هدم تلك البناية المعلمة ألا وهي بناية المسرح البلدي. إن ذلك المسرح الذي دكت جدرانه وعوض بحديقة صار يقصدها المأبونون واللواط والعاهرات كان رمزا للمسرح المغربي، لكأن المسرح المغربي انهدم ودفن تحت أحجار تلك البناية، لكنه سيظل لاصقا بعقول الجمهور البيضاوي. فذلك المسرح قد حمل بين جدرانه ذكريات ممثلين من كل أنحاء العالم، وعرضت فيه مسرحيات عالمية لا زال حوارها يتردد في ذلك المكان كاحتجاج على هدمه. وإني أستغرب للذي فكر في هدمه وتلاف كل هذا، ذلك لأن الذين أسندت لهم مهمة بناء مسارح جديدة لم يتوصلوا حتى الآن لبناء مسرح على شاكلته من الناحية الهندسية والفنية. ففي كل مسرح جديد تجد بأن الخشب مغايرة لهندسة الخشبات المسرحية أو الكراسي، فمثلا الذي يجلس في الكراسي الأمامية لا يرى إلا النصف الأعلى من الممثل، والذي يجلس في البالكون لا يرى إلا قدميه. أما ما يقدم بهذه المسارح فحدث ولا حرج، مسرحيات يريد أصحابها إضحاك الجمهور تحت ستار مقولة المسرح الفرجة، فتكون جل هذه المسرحيات تهريجا في تهريج خاوية الموضوع والحبكة ولا رسالة مسرحية لها. تلك الرسالة التي هي أصل وعمق كل عمل فني، وإن هذا لا يقتصر فقط على المسرح. ففي هذه السنين الأخيرة أي بعد الثمانينات غدا الفن شيئا رخيصا في بلدنا، وتهافت الفنان وراء الربح المادي، ذلك لأنه فقير، والفقير لا يفكر إلا في ملء معدته ومعدة أطفاله. الفنان المغربي ضائع، والدولة تفكر في كل شيء إلا في القطاع الفني، وكما قال مسؤول حكومي إبان قراءة الرسالة الملكية في المناظرة الأولى لمحترف المسرح، إن الفن يعد من الوقت الثالث. وبما أن الفنان صار يلهث وراء الربح المادي فالجمهور عزف عن الذهاب إلى المسارح، فما دام الأول يجري وراء الربح المادي فالثاني ابتعد وضاع الاثنان معا. لم نكن ونحن نكون المجموعة نتصور أنه في يوم ما سيصير الحال على ما هو عليه الآن، إن تلك البناية التي شاهدت دموعنا وكفاحنا انهدمت، وقد كان طموحنا كبيرا ونظرتنا للفن متفائلة في أوج ازدهار العالم الفني، أي عندما كان للفنان قيمة. إنها مهنة المتاعب والألقاب والأمراض والمشاكل، ولو كنت أعلم الغيب لبقيت حارسا للدراجات أمام سينما السعادة، أو اشتغلت في السكة الحديدية مكان أبي. إنني الآن أقول لنفسي أما كان الأجدر بي أن أبقى في بادية الحبيبة لأموت هناك بعيدا عن الأضواء والشهرة ومحاصرة أعين الناس من كل جانب، لكنها الظروف والأقدار هي من يجعل المخلوق يسير في طريق
وفجأة يجد نفسه في طريق آخر يبحث عن شيء آخر، أو ربما إنه الميدان الفني الموجود ببلدنا هو ما يجعلني أقول هذا الكلام. وأذكر أنه عندما اتفقنا مع المدير على تقديم عرضنا كوننا المجموعة وبدأنا التداريب، وقبل العرض بيومين أخرج المكلفون بالدعاية لوحة أمام المسرح فيها إشهار لعرضنا. وهنا كانت المشكلة، لما قرأنا الإعلان وجدنا فيه ما يلي: يقدم المسرح يومه كذا عرض إدرارا، عرض غنائي جديد من تأليف المدير وإخراج الرئيس بمشاركة فلان وفلان وفلان إلى آخره. فكانت الثورة مرة أخرى، لكن هذه المرة لم تكن كسابقتها، بل كانت بالكلمة، حيث أننا قلنا للمدير لا، ولم نقدم ذلك العرض بالرغم من مجيء الجمهور إلى المسرح. فابتعدنا عن المسرح وعن التعامل مع المدير إلى يومنا هذا. وكان هنالك شخص اشتغل في إدارة المسرح، غادره قبل تكويننا للفرقة، كان سهرا للمدير. ولما غادر المسرح فتح مكتبا أجونس فني، فأتى إلينا وعرض علينا تمويل العرض، اتفقنا معه على ذلك، ثم اكترى لنا جراجا لنتدرب فيه. وكان كذلك في ذلك المكان رجل لن أنساه ما حييت يدعى أمغار، كان يشتغل كتقني الديكور في المسرح، يشرب النبيذ الأبيض بشراهة بالرغم من مرضه بمرض القلب. كان أستاذا للرقص، رقص البالي، يحكي عن لقائه بأشهر الراقصين العالميين وعن الفرقة المسرحية الفرنسية التي زارت المغرب وعن علاقته بأولئك الفنانين. كما جاء لتدريب معنا الفنان أحمد سنوسي المكنى ببزيز والممثل المعروف عبد القادر مطاع، شارك هذان الممثلان بعروض ساخرة. وأول عرض قدمناه كان في مطعم يقع على شاطئ البحر يسمى نوتيليس، يوجد بجانب المسبح البلدي الذي هدم هو كذلك. وكان هنالك شخص فرنسي اشتغل كذلك بالمسرح البلدي كإداري، ولما غادره صار مكلفا، وأظن من طرف السفارة الفرنسية بدعوة الفرق المسرحية الفرنسية. وكان يشارك سهر المدير في الأجونس، وفي يوم العرض اشترى لنا سهر المدير ملابس تتكون من سروال وقميص مفتوح من الأمام ولا كمله. فجاء الفرنسي وقال لسهر المدير إن هذا القميص لا يصلح لعرض فني، ثم مرر يده على صدري وبتلدد وأضاف قائلا: إن هذا الصدر العاري يليق لشيء آخر، ألا تعلم بأنه سيكون هنالك نساء وأزواجهم؟ ضحكنا يومها وعلمنا بأنه على حق. فذهبت أنا وبجمعة إلى سوق الحبوس الموجود في درب السلطان واشترينا أقمصة أخرى، ثم قدمنا العرض وكان اللقاء بالجمهور رائعاً.